شيخي عندي طبيب أنا، شيخي عندي طبيب ويعالجني بالدواء، ويعالجني بالدواء يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة تعرفنا بها إياه. ثم أما بعد، متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا وإياكم في حلقات وسلسلة خذ الحق والتحقيق، والآن مع فضيلة الأستاذ رشدي عبد الواحد شلبي. أهلا بفضيلتكم سيد الكريم. أهلا وسهلا. حللتم أهلا ولازلتم سهلا. أهلا وسهلا. من بلد الكنانة، بلد العلماء والأصهر الشريف. أكرمكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. فضيلة الأستاذ، في هذه الحلقة نحب أن نقف عند آية عظيمة من القرآن العظيم، وهي آية الكرسي. فبداية فضيلة الأستاذ، هل فسرتم لنا هذه الآية وبعض الحقائق التي وردت فيها وفضائلها وفضائل قراءتها وغير ذلك؟ المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه سيدنا محمد وآله، والمدعو له بالرفعة والنصرة الدين الإسلامي ورجاله. نحمدك اللهم كما علمتنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا ومولانا محمد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء، دائمة بدوامك رب الأرض والسماء. وبعد، مشاهدين الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. آية كريمة من سورة البقرة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما واظب عليها أحد من أمتي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما واظب على قراءتها إلا عابد صادق. لكن أتساءل مع المستمع الكريم، هل هناك آية أفضل من آية أو سورة أفضل من سورة؟ أقول إن الحق سبحانه وتعالى خالق الخلق اقتضى أولوية التفضيل فيما بينهم، فقد فضل الله بعض أيامه على بعض، وبعض شهوره على بعض، وبعض خلقه على بعض، حتى بين أنبيائه ورسله ومن اصطفاهم لتبليغ رسالته، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي القرآن الكريم لا نقول إلا بقدسية القرآن الكريم كله،
القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس من أول آية إلى آخر آية، 30 جزء، 60 حزب، 6236 آية، 240 ربع، كل آية لها سرها ولها نورها ولها بركتها الخاصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بعض السور وبعض الآيات رحمة بأمته ليدلهم على أسرارها وأنوارها لينتفعوا بها في صلواتهم وفي أحوالهم وفي أقوالهم وأفعالهم. وجاء في الأثر أن آية الكرسي ما قرأت على مريض إلا شفي، وجاء في الأثر أن آية الكرسي ما قرأت على مغلق إلا فتح، وجاء في الأثر أن آية الكرسي هي استفتاح كل ذي فتح، فما استفتح بها إلا فتح له، وما طرق الباب بها إلا فتح له. ولذلك قالوا هي جامعة لمعالم الأسماء الحسنى ولأسرارها، مطلعها الله لفظ الجلالة. وهنا قف، الله، كثير من أهل الله يتساءلون أيهم لفظ الجلالة، أيهما الاسم الأعظم، أيهما كذا أيهما كذا، مما لا شك في أن الاسم الأعظم الجامع عند كثير من أهل الله هو لفظ الجلالة الله. ثم اختلفوا بعد ذلك، قالوا ثم بعد ذلك لكل واحد من أمة رسول الله اسمه الخاص به، الاسم الجامع لأسرار الأسماء كلها هو اسم الله، ولذلك هو باب الدخول، ولذلك هو مفتاح الحضرة. ثم بعد ذلك إذا دخلت الحضرة حتى تتصل بصاحب الجناب الأجل ويكون لك وصال مع محبوبك الأعلى جل جلاله، تدخل باسمك الذي يسر إليك به. فمنهم من يدخل باسم الله الوكيل، ومنهم من يدخل باسم الله الهادي، ومنهم من يدخل باسم الله الجبار، ومنهم من يدخل باسم الله المعز، ومنهم من يدخل باسم الله الكريم. فكل واحد، هذه في الأسماء الخاصة. أما الاسم الأعظم الجامع لمعالم أنوار الأسماء كلها عند أهل التحقيق ولفظ الجلالة الله. قالوا لأنك إذا حلفت الأولى بقي لله، فإذا حذفت اللام الثانية بقي له، فإذا حذفت اللام الثالثة بقيت الهاء الدالة على صاحب الوحدانية التي نذكرها في العمارة آه أو بالهاء المجردة. قالوا والآه، قلت الآه حديث من جمر مضرم، ودموع القطب تسابيح من حول السدرة تستلهم، ومنام القطب سياحات لا يهداها إلا محرم. قالوا والمرأة قطب، قلت فكيف بنا ننسى مريم، أو آسية والنبويات، بل ومئات ثم، بل من أدراك فكم بالساحة، من في الله بها يؤتم. قالوا وسر إمامتهم آية الكرسي. ولذا كان لزام على الجميع أن يقف أدبا مع مطلع الصورة الله. ثم دخل بعد ذلك نفي وإثبات لا إله إلا الله. إحنا عندنا مقام التجلي، لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فأنت تنفي عنه الشريك وتثبت له الوحدانية. ولذلك الطريق إلى الله بالسلوك الثلاثة المقدسة عند السادة الشاذلية: التخلي والتحلي والتجلي. التخلي يكمن في الاستغفار، التحلي يكمن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التجلي يدخل في لا إله إلا الله، حيث أنها معراج الأرواح إلى حضرة الفتاح. فقال لا إله إلا هو، وهنا وقف مع لفظه، لم يقل لا إله إلا الله لئلا يتكرر لفظ الجلالة، لأنه استفتح الآية به، قال الله. فمن السياق البلاغي ألا يقول الله لا إله إلا الله، وإنما السياق البلاغي وسبحانه وتعالى هو الذي علم اللغات واللهجات، قال الله لا إله إلا هو، فأعادك إلى الهاء الأخيرة. لا إله إلا هو أعادك إلى الهاء الأخيرة من الله، فأدخلك في حضرة المعية. بين الله ولا إله إلا تدخل فيه، فكأن بين الله وهو كل ما في السماء وما في الأرض بلفظة كن فيكون، اللي هو بين الهاء الأولى والهاء الثانية. ثم قال الحي القيوم. صفات الحق سبحانه وتعالى تتعدد الصفات وتتعدد الأسماء. قالوا لكن هناك اسمين تدور عليهما الأسماء كلها، منهم لفظ الحي ولفظ القيوم. قالوا حي لأنه سر حياة كل شيء، وقيوم لقيوميته على خلقه.
الحي لأنه ما من حي إلا ويستمد من الحي. الله الله. فالماء حي لأنه مستمد من الحي، والجماد حي، هذا الجماد الذي نراه حي له حياته الخاصة به، دلالته قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، دلالته قول الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. النبات حي وهو الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الحصى حي وهو الذي سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، الجماد أحد جبل يحبنا ونحبه، جذع النخل كثير، يعني إذا تتبعت الجمادات والأشياء التي حولك، بل إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عند كثير من أهل الله أنه كان يسلم على الزرع، وأن أحدهم كان يخاطب الجماد، وأن أحدهم كان، لماذا؟ لأن روحه إذا ارتقت إلى عالم الحقائق وتخلصت من رعونات البشرية وأصبحت جوهرية روحه هي القائمة منفردة، تعرفت على أرواح كل الكائنات، تعرفت على أرواح الجمادات والحيوانات والنباتات، فهو يخاطب بالروح لا يخاطب بالجسد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه في الحديث كما عند ابن مسعود دخل حائط فوجد بعير على الأرض، فقالوا فرأى البعير النبي فقام إليه أدبا مع رسول الله ووضع رأسه على كتف النبي وذرفت عيناه، فقال النبي أين صاحب الجمل؟ فقال فتى من الأنصار هو لي يا رسول الله. قال يا صاحب الجمل إنه يشكوك إلي يقول أنك تتعبه ولا تطعمه. قال يا رسول الله لله علي ألا أطأ ظهره ثانية. قالوا البعير يشكو المجاعة للنبي بين الجماعة. قال يا مولى الشفاعة كن شفيعي يا محمد. نادت الهادي غزالة تشتكي تبدي مقالة، يا إماما للرسالة كن ضميني يا محمد. إذا ارتقينا إلى مقام الحي، ولذلك من في مجالس الذكر أن كثير من أصحاب الطرق وأرباب المشارب يذكرون بلفظ الحي، يا حي يا حي، أو حي حي في الحضرة، حي 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 بين النزول والصعود. فقالوا لأنهم يستلهمون بها حياة أرواحهم ويستلهمون بها أنوار سرائرهم، فما حجبك عنه إلا توهم وجودك معه. الحقيقة أنك عدم، لكن إذا تحققت بعدمك أمدك بوجوده، إذا تحققت بموتك أمدك بحياتك. ادفن نفسك في أرض الخمول كما قال ابن عطاء الله رضي الله عنه. فإذا انعدمت عن ذاتك وعن حسك وعن عملك وعن نفسك وعن شهواتك وعن رعوناتك، إذا حجبت عن الثلاثة الحجب التي تحجبك عن الحق، حجاب الناس، حجاب النفس، حجاب العمل، إذا قضيت هذه الثلاثة تلقيت باسمه الحي، فكنت حيا في كل شيء. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فأنتم في الحقيقة أموات وفي معية الله أحياء. الدلالة هنا الحقيقة أن كل الناس أموات، لكن أين الحياة الحقيقية؟ في المعية الإلهية. أين الحياة الحقيقية؟ في الحضرة المحمدية. أين الحياة الحقيقية؟ فيما يرضي الله وفيما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله لا إله إلا هو ثم استطلع بالحي، لأنه سر حياة الوجود وسر حياة كل موجود، والقائم على خلقه بقيوميته، فقال القيوم. القيوم يعني قيوميته سبحانه وتعالى متعددة، قيوميته على السماء، قيوميته على الأرض، يعني الهيمنة، نعم، قيوميته على جمادات وحيوانات ونباتات وبحار وأنهار وأشجار وأثمار، قيوميته التي تأمر فيؤمر، قيوميته التي ينادي فيسمع، قيوميته التي تهيمن على كل مخلوق على أرضه. بين كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك في مطلع سورة الملك قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بيده الملك الذي يجعله كالملك بما فيه والملكوت بما فيه. الملك هذا في عالم الشهادة، الملك هذا ما نراه، الملك هذا الإنس والجن والحيوان والنبات المحسوسات، هذه ملك. الملكوت هذا عالم الغيب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ولذلك قالوا الملك للشهادة والملكوت للغيب. فإذا ارتقيت إلى هذه المرحلة قلت الله لا إله إلا هو
وقفت مع اللفظ الأول الله، اللي هو لفظ الاسم الأعظم الذي يدخلون به على حضرة القدس، وهو سر الاتصال بين العبد وربه، وهو فيه من الأنوار والأسرار ما تؤهلك للقاء الحضرة الإلهية، وبه يسلك أهل الله في كثير من أرباب المشارب، لا سيما طريقة سيدي محمد بن القائد رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه هو اللفظ الجامع المانيع عندهم. ثم ارتقى بعد ذلك لا إله إلا هو، وهو السر الأعظم، النفي والإثبات، فأنت تدخل عليه بأنك تنفي كل شريك وكل ما ينادد. والحق في عند أهل الله، قال ابن عجيبة: لا إله إلا هو ليس المقصود فيها نفي الشريك فحسب، وإنما المقصود فيها نفي الغير من القلب، فأنت تنفي من قلبك كل ما سواه، وإلا إذا دخلت الحضرة وفي قلبك غيره كنت مشركا. الله. ولذلك كان سيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يعني اشرأب في قلبه حب سيدنا إسماعيل، غار الحبيب الأجل عليه، قال فأمره بذبح ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قالوا غار الحبيب أن يشاهد في قلب خليله سواه، لأن ما وصل إلى مقام الخلة هذا مقام عالي، مقام الخلة هذا أخذه بعد جهاد رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثتي، وما قام أحد بهذا المقام كما قام الخليل، قدم بدنه للنيران وماله للضيفان وولده للقربان، ما قام أحد بهذه الخلة إلا الخليل، فكان مقام الغيرة الخليل يغار على خليله، فلما رأى قلبه أصبح قال له اذبح، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، ضحي به اذبح، أرأيتم ابنا يستسلم للذبح ويرضاه. ولذلك قالوا عند أهل الله اذبح فؤادك عن كل ما سواه، عند أهل الله خلص نفسك. ولذلك السادة أهل الحضرة يقول إذا دخلت على الحق فأنت تخلع عليك خارج الباب، ضع في أحدهما منصبك وفي الآخر مالك، لتدخل على الله متجردا من كل شيء. إذا ارتقيت تضع عملك، فأنت لا ترى أنك تصلي ولا تصوم ولا تزكي، ولا بالرغم أنك شريعة مأمور أن تصلي، ومأمور أن تتصدق، ومأمور أن تحج، هذا امتثالا لأمر الشريعة، لكن في باطن الحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، لا ترى أعمالك، لولا أنك أعنتني ما عبدتك. لا تحجب بالعمل، لأن كثير من يحجب بالعمل، فإذا ارتقيت لا إله إلا هو فأنت داخل في مقام الحضرة. قالوا لا إله إلا هو، فأنت تتخلص من الأغيار، تتخلص من الأكدار، تتخلص من السوى، تتخلص من الهوى، تتخلص من كل شريك في قلبك، لأن مقام المحب أن قلبه إذا دخل فيه غير الله فهو لا يلحظ إلا الله، فإذا دخل فيه غير الله فقد أشرك، وربما يكون غير الله هذا ممكن يكون زوجك أو ابنك أو بناتك، لكن هذا مقام الخاصة، هذا مقام خاصة الخاصة، الذين قال عنهم القشيري رحمه الله: الصيام عندنا وصوم الجوارح عن المخالفات، وصوم القلب عن الآفات، وصوم الروح عن الالتفات، وصوم السر عن الملاحظات. فسر لا يلحظ إلا الله، ولا يرقى إلا لمعين، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم استطرد قائلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل عن خلقه ولو مثقال ذرة ولا لحظة ولا لفظة، وإذا كان الخلق ينامون والخلق يستيقظون فهو سبحانه وتعالى المنوي والموقظ، وهو سبحانه وتعالى المحرك والقائم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة عن خلقه ولو غفلة، ولو أخذته سنة غفلة واحدة لهلكت السماوات والأرض ومن فيها، وإلا كيف تتحقق بأنه رب وأنت عبد؟ كيف يتحقق أنك مملوك وهو المالك؟ كيف يتحقق أنك عبد وهو الإله؟ كيف تحقق مقام الألوهية العظمى الذي يجمعك على حضرته؟ الله لا إله إلا الألوهية الحي القيوم، لا تأخذه. ثم دخل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله، إذن هناك شفاعة. يقولون عندكم أنتم عندكم وساطة، لا، ليس لدينا وساطة في الإسلام. أما ماذا عندنا؟ الشفاعة، الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ورث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن هو يأذن، ومن أذنه في الشفاعة طلبنا منه الشفاعة، و
ومن أذنه في الشفاعة فهو باب وله السمع والطاعة، ومن أذنه في الشفاعة فلتلزمه الجماعة، ومن أذنه في الشفاعة فهو باب إلى حضرة الحق جل جلاله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. يقولون لا، عندنا هذه قضية مثارة كثير، أنتم والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نقول الآية فسرت نفسها بنفسها، وإذا سألك، إذن هو أرجعك إليه الضمير، أيوه هو سألك، الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد النبي ما أحد، فمن نسأل؟ نسأل وراث النبي. ولذلك يقول لك فالله قال فإني قريب، قال إني قريب حينما تسأل، تسأل من؟ تسأل نفسك، قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا إنما يتقبل الله من المتقين، فأنت لست مؤهل أن تسأل، فتسأل من أوصلوا بالسر ومن لهم اتصال بالبر، فإذا ما سألت من ذا الذي يشفع كانت لديهم الشفاعة، يشفع عنده إلا بإذن. والشفاعة عندنا درجات، الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم التي تكون يوم القيامة، الحديث المشهور عند الإمام مسلم والمشهور عند الأئمة الذي هو مشهور بحديث الشفاعة. لكن في الدنيا الجميع أهل الله يشفعون ويتوسل بهم ويستغاث بهم، أتسخر منا لقول مدد ولست الفقيه ولا المجتهد، أتسخر منا بلا حجة وقد قال ربك كلا نمد، عطاء رخاء تجلى به منه علينا به نستمد، ففيما الملام وفيما الخصام وليس المعقد كالمعتقد، تجاربنا حجة بيننا وما من أفادك من لم يفد، فإن كنت فاهما فاعتقد وإلا فدعنا ولا تنتقد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثم عقب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله، إن سره مرحبا يا نور قلبي، سر حبك لن يباح، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بل ما هو أعلى من ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل هو ما أعلى من ذلك، يعلم السر وأخفى. السر هذا مقام غيب، أخفى من السر، قال عنه سر السر، قالوا السر القلب، سر السر الفؤاد، السر محل التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والفؤاد محل الرؤية، ما كذب الفؤاد ما رأى، فإذا ارتقى حيث أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فكان لزاما على خلقه أن يتأدبوا في حضرته حيث أنهم في معيته. هذا ما قاله الشيخ الشعراوي السيد محمد بالقايد، قال له إذا صف الود حمل فراق البعد، والذي يشتاق إلى أحد هو الذي يغيب عن ذهنه، وأنت والحمد لله لم تغيب عن ذهني ولو لحظة، حيث أننا من اجتمعنا في معيته هو الله، ومعيته لا تعرف الأزمنة المتعددة ولا الأمكنة المتشتتة. وهذا مفاده قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، علما ليست مجرد المعية لكنها معية محاطة بالعلم والإدراك والاتصال بما بداخلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك عند أهل الله المعية معيتان، معية العوام ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، قالوا هذه معية العامة. أما معية الخاصة قال كلا إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا. معية الخاصة معية تجعلك متيقنا من داخلك أنك إذا ما استشعرت شيئا رفعت رأسك وقلت بحق الذي بيني وبينك فسمعت لبيك عبدي وسعديك. إذا ما استشعرت أمرا حنيت رأسك وقلت بحق الذي بيني وبينك، هذه المعية التي توصلك إلى حضرته لا تتحقق إلا بالنقاء
والرقي والصفاء والتخلي والتحلي والتجلي والازدهار في معية الحق سبحانه وتعالى، حتى أن يصل عملك عمل لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، وهو ما سئل عنه الجنيد حينما بكى. قالوا يا إمام ما يبكيك؟ قال عجبت لعبد تصعد الملائكة بصحفه فارغة فيملأها الحق من سر ما أسر إليه عبده. لك أن تتخيل من السر الذي بينك وبينه أن الملك لا يطلع على عمل فيكتب ولا الشيطان يطلع عليه فيفسده، الذي هو بنسميه احنا إخلاص الإخلاص، وإخلاصنا في حاجة إلى إخلاص، ومن شهد في نفسه الإخلاص فهو ليس من الخلاص. ولذلك من الذي يعلم ما بين أيديهم؟ ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيقال هذا ولي، نعم، لماذا؟ لأنه هو الذي ولاه. هذا صفي، لماذا؟ لأنه هو الذي صفاه. هذا فيه كذا من السر، نعم، لأنه الذي منح. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى، استثناء. معنى كلمة رسول إلا من ارتضى من رسول ليس مقام الرسالة، وإنما كل من حمل الرسالة أو سار في دربها، مقام التبليغ بالضبط. فإذا ما وصلت إلى هذه المرحلة قلت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، لأنه هو العالم على الحقيقة وفوق كل ذي علم عليم. فكل عالم يستمد علمه من علمه وهو العليم. ولذلك في أول الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم الإنسان ما لم يعلم، أدرك فيها ما شئت إلى أن يرث الله أرض ومن عليها. كل يوم يخترع جديد، تكنولوجيا، سوشيال ميديا، كذا 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 كذا، أدرج، علم الإنسان ما لم يعلم. كل ما يزداد يقول لك ده يخترع شيء، علم الإنسان ما لم يعلم، وفوق كل ذي علم عليم، والعليم على الحقيقة هو الله. فكل عليم يستمد علمه من العليم، وكل عالم يستمد علمه. فكيف يتحقق مقام العلم؟ هل هو عالم أو عليم، أم هو عنده معلومات؟ الحقيقة أن الكثير لديه معلومات لكن ليس عالم، إنما العالم هو من استمد، لأن كل علم لا يتصل بحال فهو علم منقطع الأوصال. ولو لديه آلاف الشهادات نسميه صاحب معلومات، أما لا نقول عليه عالم، لأن إذا ارتقى مقام العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهو الذي أورثهم مقام الشهادة. ولا شهادة بلا شهيد، ولا شهيد بلا مشهود. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض بما شاء. هذا تأخذ مقام الإذن الذي تحدثنا عنه من قبل، المأذون مضمون. فإذا أذنت من قبل الحق سبحانه وتعالى مقامك حيث أقامك، فإذا هيأ لك الأمر وأذنت من قبل الحق كن كما شاء. وقع المدد، قضي الأمر، وقع المدد والعدد وكل شيء، فتحت لك البلاد والعباد، خلاص، لأنك مأذون. ولذلك الأصل عندنا في الأوراد الإذن. كثير من الناس يذكرون، وكثير من الناس يقرؤون القرآن، وكثير من الناس كذا، وكثير من الناس كذا، هؤلاء أصحاب نوافل جزاهم الله خير، لكن أرباب المشارب الأصل عنده الإذن. أرباب السير مأذون، إسناد من ذا يفاخرني، أنا أزهري معتمد، وعقيدتي سلفية، أنا أشعري المعتقد، علمي رصين بالسند، تحقق له الإسناد والإمداد. الإسناد مأذون، إسناد موصول حتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، فله إسناد موصول، ثم له إمداد، فتحقق له نعمة الإسناد ونعمة الإمداد. فإذا حصل الاثنين كما قلت وقع المدد، ومن هنا ترتقي من لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. حاروا في قضية الكرسي،
قالوا هل الكرسي العرش أم الكرسي منفرد؟ قالوا الكرسي حق به والكرسي لا يحمله، بل الكرسي وحملته محمولين بإذن قدرته. وهذه قضية خطيرة عندنا أهل السنة والجماعة، ومفارقة بيننا وبين أرباب المذاهب والمشارب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فيقولون الله سبحانه وتعالى جالس على الكرسي. قل لهم كذبتم على الله وافتريتم، الكرسي وحملته محمولين بإذن قدرته. كوني أظن أنه جالس على الكرسي، إذن هو محتاج إلى الكرسي حتى يجلس عليه. ثانيا، إذا جلس فهو له حيز، وهو منزه عن الاحتياج وعن الحيز وعن المكان وعن الجهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا إذن هو أثبت أنه سميع وبصير. قلت لهم ما فقهتم عن الله قبل أن يقول وهو السميع البصير؟ قال ليس كمثله شيء، حتى لا يدرك عقلك يعني أن ليس كمثله، نزه أنه بصير وسميع بالجرح. بالضبط، نزه إلهك عن سوى ومثالي، والفضل لا يعطى لعلة عامل، كل من يفهم عني ما أقول. فصل القول فذا شرح يطول، أنت لا تدري كيف الروح منك، كلا ولا كيف العقول. كيف تدري من على العرش استوى؟ كيف استوى؟ كلا ولا كيف النزول؟ منزه سبحانه عما نقول، لا هذا ولا ذاك، قف يا عقل عند منتهاك، وكل ما دار ببالك فربي خلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلك وسع كرسيه، قالوا الكرسي هنا هو مقام خاص بحضرة جلاله وبحضرة قدسه، يتسع لمعرفة خلقه بإذن مولاه. فالكرسي مأمور من الحق، وليس الحق في حاجة إلى الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، قالوا ومراد الكرسي هنا علمه وإدراكه وإحاطته وعلمه بشؤون خلائقه. السماوات والأرض، كيف يكون هذا الكرسي الذي يدرك السماوات والأرض؟ قالوا التعبير هنا إرادته، علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه سماء وأرضا، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، ما خلق ومن لم يخلق. بالضبط، ولذلك قال وسع ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه ولا يكل ولا يمل. كيف وهو الخالق؟ كيف وهو الرازق؟ كيف وهو المعطي؟ كيف وهو المانع؟ كيف وهو الضار؟ كيف وهو النافع؟ إنما أراد منك أن تتحقق بآداب عبوديتك وتتخلق بأخلاق ربوبيته. في أوصاف الجلال تأدب بأدب العبودية، هو الضار، هو المانع، هو القهار، هو المذل. وفي أوصاف الجمال تخلق بخلق الربوبية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا ذكرت بيا كريم تحققت بالكرم، لتتحقق فيك أوصاف الكرم. إذا ذكرت يا معطي تحققت بالعطاء، لتتحقق فيك أوصاف العطاء. إذا ذكرت يا جبار جبرت بخلق الله وجبرت بخواطرهم، ليتحقق فيك الجبر فتجبر من قبل الجبار. فإذا ارتقيت إلى هذا المقام انتبهت ولا يؤوده حفظهما. ثم ختم العلي العظيم، في البداية الحي القيوم، وفي النهاية العلي العظيم. وبين هذه الأسماء من الأسرار والأنوار والبركات والفتوحات والفيوضات ما يجعلك تقف متأدبا مع حضرة الحق. العلي فهو على كل شيء، العظيم فعظمته أحاطت بكل شيء، فعلوه لا يغني عن عظمته وتقديسه، وتقديسه لا يغني عن علوه. وفي هذا نهاية الأمر، أنه الحي القيوم، باعتبار أنه أحيا فهو الذي أعلى، فالذي أحيا يعرف من يعلي ومن يخفض. الله. والقيوم باعتبار أن قيوميته على خلقه فهو يعظم هذا ويذل ذاك. تؤتي الملك من وتنزع الملك من، تعز من وتذل من،
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ومن أسباب عظمتك تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله فقل جل الله الله جل الله. بارك الله فيكم سيد الكريم وجزاكم الله تعالى كل خير. يعني رحلتم بنا في عوالم شتى وفي فيوضات متعددة، نتمنى لكم إقامة طيبة في بلدكم وبين أحبابكم، وأفادكم الله ونفع بعلومكم الأمة الإسلامية جمعاء. إلى هنا أيها الأحباب نأتي إلى ختام هذه الحصة وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللي مشروب من ساق وسكوب